وذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على روح مبارك سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله وبسم الله الرحمن الرحيم.